لا 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 بتقع بينا. ربنا يعينك. لا دي فيها ناس. طب وبعدين؟ طب ما تيجي نخش. نخش ازاي؟ نخش ازاي ايه؟ درويش هموت يا درويش. هموت يا اخويا. قدامي يا سلابي. وافتكر بعد معاملته ليكي بقسوه وعنف بالشكل ده القانون هيبقى في صفنا. يا ريت يا ريت يا مجدي كنت بقى اسعد انسانه. وانا كمان يا ليلى. ونتجوز؟ ونتجوز. ده لازم سمير اخويا. مساء الخير يا فندم. لو سمحت يا اخويا الوليه هتقولك لا مؤاخذه لا مؤاخذه الشاب عقبال عندك يعني لا مؤاخذه. هموت يا درويش. معلش يا سلام. في ايه مالكم؟ في حاله وضع لو سمحت يعني. طب احنا خارجين ومستعجلين تعال اوصلك اقرب مستشفى. لا بس انا مراتي ما اروح ما تروحش مستشفى. لو النبي ما اروح مستشفى مولد اللي عند امي. لو النبي هو البسه يوم اتفضل خش يا خش يا اختي رايح فين يا هدى انت اهو. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شويه ميه سخنه عشان الست ترتاح شويه. هموت يا درويش. خلاص يا زلابي هموت يا اخوي. خلاص يا اخوي. يا استاذ احنا مستعجلين ولازم نخرج دلوقتي. احنا يا اخوي مش مستعجلين اولد براحتي. لا براحتك يا زلاب براحتها يا اختي. براحتها يا شباب كلها ساعتين ثلاثه وترتاحوا مننا. يا درويش هموت. دول هيقعدوا ساعتين ثلاثة. يا اختي ساعتين ثلاثة. انتوا هتقعدوا ساعتين ثلاثة؟ على ما ينزل يا اختي. امال ايه؟ انت مالك؟ ما هي مش انت مش مراته ولا ايه؟ بينها مش مراتي. درويش ده بينها مش مراته من صاحبة العوامل. ما دي كمان مش مراتي. مع انها حامي انما مش مراتي. وان شاء الله هنجيب ولد. لا بنتي يا اخوي. ولد. لا والنبي بنت. يا اخي خلاص انا اهو. وهي ايه؟ ماليش مخلفة. والله ماليش مخلفة. هو انتوا؟ ايوه احنا. ومش هتخرجوا الا لما نخرج مع بعض ونكون اطمنا تماما. انتوا كده بتضيفوا جريمه اخطر من جريمتكم الاولانيه، جريمه خطف. جريمه خطف؟ ده بقول جريمه خطف ده احنا اتعرفنا. بيتكلم زي الصحفي اللي اسمه مجدي بدر ده يا سيدي. انت فهمي سويلم وانت نصر عبد البديع الهربانين من السجن النهارده. انا هبلغ البوليس حالا يقبض عليكم. طب بلغ البوليس يقبض علينا وعليكم. تعالى هنا اي حركه هضرب في الرقبه. اوعى تتحرك. تعب ايه؟ خش لقتلي. الارض انشقت وبلعت. اه يا ناري لو يد انت ما جيت على دمرت رقبتي. يا عمي هدي نفسك، هدي نفسك لغايه ما نعرف هي بس موجوده فين. الامور عمرها ما تتعالج بالعنف وبالتهديد ابدا. بتعصى اوامري يا ابن اخوي. بتعصى اوامري. يا عمي هدي نفسك، هدي نفسك لغايه بس ما نلاقيها. وابن عيي محدش رحمني. كل الناس دوروا لي وشهم. حتى اخويا ابن امي وابويا. كل الناس ولادها بتاعي. محدش بيفكر انه يسرع عشان يعالج ولاده. دي غلطتك انت اللي ما عملتش حساب يوم زي ده. حساب ايه؟ لا واحد الله، ده انا دخت السبع دخات على 100 جنيه لبنت زيزر الرقاصه، محدش بل ليه واداهم لي. اسكت اسكت. شفتوا ازاي انكم تستحقوا الاعدام؟ اعدام؟ الواد ده حافظ كلام مجدي بدر الصحفي. ما انا مجدي بدر الصحفي وهفضل وراكم لحد ما اسلمكم الحبل المشنقه بايدي. انت مجدي بدر؟ شفت يا اخي الصدفه الغريبه؟ شفت صدفه؟ الصدفه دي لو حصلت في فيلم محدش هيصدقها. هي فعلا صدفه تقرف. ودي تبقى مين؟ انت مين يا شاب؟ مالكش دعوه بيها وابعد عنها. لا بس عشان نعرف جوزها ونتصل بيه ونسلمها له. انتوا سفله. نظريتي فعلا في محلها ومش ندمان عليها ابدا. تعرف يا نصر؟ الظاهر ان احنا مش بس اللي بنهرب. لا كل الناس بتهرب من الزعله، اللي بيهرب من امه واللي بيهرب من ابوه، اللي بيهرب من الضرايب، امال ايه؟ كل الناس بتهرب. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نبلغ البوليس فيهم ونوديهم في داهيه. لا حرام، حرام يا فندم. اتشينوا. كفايه. انتوا ايه؟ ما عندكوش دم ولا ادب؟ عايز تعرف احنا مين؟ احنا ناس سرقنا بس بشرف. انت سرقت بس من غير شرف. سرقت عرض واحد تاني. الفلوس اللي احنا سرقناها ممكن تتعوض لكن العرض يتعوض ازاي؟ احنا عقوبتنا في الشرع بالكتير خالص قطع اليد، انما عقوبتك الرجم الاعدام. الاعدام اللي انت بتطالب لنا بيه انت احق الناس بيه. اخرس انت كذاب. احنا اشرف منك ومن اللي خلفوك. بس حلو بس خلي البي يخطب. استمر استمر يا متر. عيني ايدك من عليها يا كلب. انا حلال عليك وحرام عليا انا بالله العظيم لاكون بايسها البوسه الكبيره. تعالي لي سيبها يا سافل يا مجرم يا حيوان. سيبها سيبها يا نصر. انا عيان. سيبها يا سافل يا سافل. سيبها نصر. انا عيان. سيبها.
نصر، احنا ناس كمر وحرامية نسرق فلوس مش ستات. وتليفونكم مسدود ما بيتكلمش، قلت اجيب نفسي لحد هنا. يا اهلا وسهلا. هو وصل بس لحد اخوه يحلوا مشكل صغير كده. ياه، ده انا كنت عايزاه ضروري ضروري ضروري. طب البي اخوه عنده تليفون؟ ايوه يا بنتي، 912 530. 900 وده ملاك الجيزه ده. تليفون 912 530. طيب بما ان بقى تليفونكم مسدود، انا انزل اكلمه من بره. ممكن بره برضو يبقى تليفونهم مسدود. طب ما تديني العنوان احتياطي. شوفي يا بنتي، ايوه، تعدي كوبري الزمالك كده. أيوة. تالت عوامه على اليمين. طب انا عديت بقى كوبري الزمالك، في ناحيتين بقى يا فندم، ناحيه فيها البالون وناحيه فيها الغطيس. العوامه بقى لازق في البالون ولا في الغطيس يا بنتي؟ في البحر. عوامه. عوامه. الله، ده ايه ابن ستك بقى سباح بقى؟ لا، ضابط بوليس اسم الله عليه. لا اله الا الله، ضابط بوليس وسباح. والله خير ما عملت يا فندم، انا اعرف ناس كتير يبقى ضابط ويعوم في الميه بيعوم بقى بره. بس يا دي انت الله، فين ليلى استمومات؟ ايه ده، ايه التهجم بالطريقه دي؟ في ذوق يا راجل انت. زوج للستات اللي عندها زوج، اما اللي تخطف النسوي من رجلتها مفيش زوج. الله 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 الله، انت فاكر نفسك ملك الهكسوس ولا ايه؟ الله الله الله. اسمع يا جدعان، انت تحترم نفسك وتخليك جنتي، واذا ما حطيتش لسانك جوا بقك هطردك شر طرده بره. هو اللي دفع عن شرفه ينطرد يا عالم. شرف ليلى يهمنا اكتر منك، ولو كنت بصحيح خايف على بنت صغيره من دور بناتك ما كنتش اشتريتها بفلوسك. قالت هات يا رجاله. شوف بقى يا جدع، انت الفس انت، ليلى لا يمكن هترجع لك تاني بصراحه. بقى انت راجل عجوز ومكركب ومناخيرك قد الكوز وبتاخد حقن جلوكوز في شنبك كمان، عاجبك ولا لا؟ اهدي. ايه انت، مناخير دي ولا كيس دهني؟ عايز اعرف انت اتخلقت عشان تتهز، عاجبك ولا لا؟ مين الواد الكابتن ده يا مجدي؟ واحدة ربنا بعتها من السماء تهزقك عشان تاخد بتار ليلى. انت حشرة ادمية محسوبة على 44 مليون بصراحة. وانا بقول لك بقى ان ليلى لا يمكن هترجع لك بقى بصراحة. شو يعني اطلمت معايا بقى زي ما بطلمت معاك؟ وهتطلقك ليلى بقى وهتضربك بالبلغة. الرشيدي يضرب بالبلغة؟ دي القديمة. وليلى كمان اجدع منك بقى ومن اللي خلفوك. ها تعرف لو ما كنتش عيل صغير كنت اذبحك. شيل ايدك لا تخنق منك. احبسك 20 سنة سجن مع صدق الاسرار والترصد. يا عم مش ما تعرفنيش. يا عم مش كده، ده مؤاخذه يا نسا. شكرا يا شاب اميره محترم. دي انسه، دي ذكر يا جدع. بيقول لك عليا انا اللي انسى، معلش عينه ضربة ملف. انت يا شاب وسيم، انت بتقعد على اني قهوه؟ ده يعني عشان اجي نتصل مع بعض جبري لما يلمك. شوف بقى، مع اني ما ترجمتش اللي انت قلته وعايز انيس عبيد كده تحتك، انما بقى اهو انت واللي خلفوك. على الهموم خليها لكم، اشبعوا بيه، بلغ ابوه وجميع المسؤولين عنها انها طالق بالتلات. يلا يا غدا. يا الف نهار ابيض. يا سلام، قال يعني اتطلقت من مش عارف مين؟ دي تقعد على البساط وتختار ستسيبك. قال ليلى ما شافش ليلى ولا ايه؟ دي ليلى قمر، ليلى سكره، دي ليلى تتحط على الجرح تخليه مش عارف ايه يعني. انت تعرفيها ليلى؟ هي مين ليلى دي بصراحه؟ والله عمري ما سمعت عن حد اسمه ليلى. اما اروح بقى الحق استاذ مجدي. سلام عليكم. فين؟ عند كوبري الزمالك وبعدين امبابه. من سكتي. والنبي اعمل معروف وديني، وبعدين روح مشوارك. تروحي مدينه نصر؟ يا ابني انا عايزه اروح امبابه. مدينه نصر احلى واهدى. احلى واهدى ازاي يا شباب؟ انا اهدى ازاي يعني؟ حفى الساحك وروقك وبعدين اوصلك. تروقني؟ شايفني معكره عشان تروقني؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني، ربنا يحنن عليك. يلا يلا. كده رجليك تتعب، ما بلاش نشفان مخ وتعالي. فاني هخلي ليلتك مطينه الطين. دمك خفيف
واخر زار. وانت دمك اخر سم. اشمعنى احنا اللي طالب لنا اعدام؟ اللي بيهلبوا دول منحرفين وواجب المجتمع يعاقبهم. يعاقب؟ قال يعاقب، يعاقب مين ولا مين يابا؟ لو عايزين يعاقبوا كانوا عاقبوا نص الناس اللي موجوده. منحرفين في كل مجتمع قله. عاملين زي نقطه الحبر لو وقعت في برميل ميه تعكروا. عليك كلام الجدع ده، تعرف يا نصر انا اعرف واحد صاحبي صاحب بوتيك بيكسب 3000 جنيه في اليوم من الاسبراكس. ما في اصحاب بوتيكات كتير شرفه. مش مهمة البوليس لوحده انه يعاقبهم، دي مهمة كل انسان شريف. معقولة واحد غلبان زي يروح لواحد فيهم ويقول له انت حرامي؟ طب ده اقل واحد فيهم راكب السوزوكي، واللي راكب التمساحة، واللي راكب الحلوفة، واللي راكب الخنزيرة. مع ان الخنزيرة حرام. لو سمحت يا بيه ثانية واحدة بس احسن، لا مؤاخذة الجزمة زمت على صوابعي. سيادتك تلاقي الصباع الوسطاني بقى الاثنين الشمال والاثنين اليمين زمتين عليه قوي. مش سيادتك برضه المسؤول عن البقعه دي؟ بقعه؟ المنطقه يعني. اه انت حضرتك عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه يا بيه ثالث عوامه على اليمين في الخطيص. ثالث عوامه؟ ادي عوامه الثانيه، الثالثه تبقى هي. يا سلام. طب افرض بقى انا عديت وطلع العد مش مظبوط وما طلعتش عوامه المقدم سمير بدر، اتدبس؟ فهمت. تعالى اوصلك عوامه سياده المقدم بدر. طب يا بيه اتفضل. بس مش عشان زامت عليا قوي يا مؤاخذه. مش عايز اي حاجه من المطبخ، هدعبس على اي مأكولات. انت ما بتشبعش. واشبع ليه؟ ربتاتورا. وهكلم لك بقى سياده المقدم عشان يرقيك صول. شكل انا كده كويس خالص. ولا اقول لك يرقيك كونستابل احسن. ما لغوها من زمان. لغوها زي ما رجعوها لك تاني. الله، اسمع انت هتخش معايا؟ استناكي لما تتاكدي من وجودهم جوه. طيب صح. طب اتفضل حضرتك. اسمع، اسمك ايه؟ مفيش داعي دلوقتي، وحابة اتصل بحضرتك في الجريده. طيب ابقى اقول لهم نجلاء فتحي. ها؟ لا اقول لهم نجلاء عبد الفضيل الجعير. انسى الجعير الجاكيته ولا على ايه نشحتها؟
ده لازم سمير. سمير سمير خش يا سمير. خش يا سمير، ده صوت الاستاذ مجدي. اللي هناك ده وبعدين ايه انت مالك عم ايه ده؟ شويه بتكلم. وبعدين رحت في ايه ده بتكلم يا اخي، يعني لما ابقى بتكلم مع العالم ما تبقاش ايه يعني. بس ورحت قرت الراجل عايز يطلق قال البيت. يا حلاوه يا ابني يا حبيبي بك. ايه يا ابني ايه؟ اديك ايدي ليه؟ اديني ايدك. ايه اديك ايه؟ قال اديني ايدك. وانا يعني يهمني ايه ده عندك يعني؟ انت يعني عامل لي فيها فونت ولا ايه؟ ايه ايدي وبيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ عصبي ليه؟ ما تدوله مهدئات ولا حاجه؟ الاخ تعبان. ايه يا ابني في ايه؟ ايه كتفتني يعني؟ طب ما انا ممكن اضربك برجليا، ده انا بلعب كاراتيه وبعمل عمايل سودا. لا لعلمك يعني مش اي كلام. ايه ده؟ طب ما انا ممكن اشتمك بقى بلساني واقول لك كلام بقى يعني، وربنا بقى يعمل فيك عمايل سودا بصراحه. هيو هيو بالله العظيم الكلام اللي انت بتعمله ده ما هو في مصلحتك خالص. اخرصي. ولعلمك بقى انا قرايبي كلهم ضباط بوليس ومخرصين. اسكتي. وهوديك في داهيه وهحرق 180 صوت وهتشوف ايه. يا نجلاء اسكت. ايه بس اسكت؟ ايه اللي بيجرى لنا ده؟ مش مزه. ايه دول في التلاجة؟ فراخ ووسكي عليه كلبان، كلب ابيض وكلب اسود. تاخد النوم فيه وين؟ ندي. ما انت بتفس كده كل حاجة عايز تاخدها، الفراخ تاخدها والفلوس تاخدها. بس لو جبت ست الفلوس قبل ما نخرج من هنا هرميك في النيل. يا شيخ يا شباب. ايه ده؟ انت بتزايق ليه كده؟ مين اللي بيزايق؟ باطن الارض حيث تجري الامواج والانهار ويستريح الناس. ها اسمع بس هقول لك كلام له خلفيات. الواد فهمي ابن الحراميه مش عايز يقول الفلوس فين، وانا عايزك تيجي اوان عشان اقرره قدامك. انا عارفك انك حازم، على بسرعه واقول لك. رايحه فين؟ اقعدي مش عيب، هطلع عينك لو فتحت بقك. ايوه ناصر، تالت عمى بعد الكوبري اخبط تلات خبطات. طيب جاي لك حالا. خلاص يا ستي فرجت، هاخد عربيتك واجيبها لك حالا. ده ترجع انت ولا هما؟ الو، انا ملازم حسن عبد الحميد.
الوقت ده في الحمام؟ في الحمام، هنتخانق كمان على الحمام. الست يا سيدي كانت عايزه تهرب. اسمع فهم، الناس دول اشرار ولازم نتخلص منهم ونخرج منها باسرع ما يمكن. مش ممكن نخرج قبل الفجر. طب بقى على ما الفجر يجي بقى اروح اشوف لي هدمتين عشان مفيش حد يتشكل. نغير كل وقت كده. ده اللي وصل؟ ايوه يا فندم، بس عجيبه المقدم سمير بدر. ايوه 112 112. نصر نصر ايه ده؟ بوليس. بوليس ايه يا اخي؟ ده انا نصر. بس انت مش عارف. تضرب لحسن ترتكب جريمتين. ايه رايك نفتح؟ اديني مسدس وافتح، اذا لقيت حد خطر علينا انا هضرب في المليان. فهمي الحوض يا حبيبي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد هان؟ الواد هان لسه ما توش. وسالت مين ودلك على مكان؟ سالت قلبي. بيهزر الخفيف. انا جيت معاه العربيه اخدكم ونجيب فيها الفلوس واخد نصيبي. لا هتستنى معايا الفجر. ليه؟ الطريق امان. لا هتستنى معانا. ايه اللي جاب الخلق دي هنا؟ الاستاذ مجدي بدر الصحفي بتاع مشناه. هو بعيد. الله يخرب بيته. يلا بينا نتفاهم بعيد عن الخلق. طب استنى اسمعوا انتوا، انا هقفل الباب. يلا حد اتحرك. اوعى احسن اضرب في المليان. اوعى. اقعدي اقعدي. لا ايه اقعدي. الفلوس فين؟ لا مش هقول على مكان الفلوس الا وقت ظهور الفلوس. وهتظهر امتى الفلوس؟ لما اروح عندها احنا الثلاثة ونطلعها. بلاش ملاوعه يا فهمي، قول لنا الفلوس فين؟ ما هو مش عايز اقول طريق الفلوس فين يا نصر. هيقول هيقول غصب عننا عينه. الله نصر فهمي. ايه ده؟ ها؟ اي حركة هضرب في الفلوس. طيب دماغك يا فاهم، قول لنا مخبي الفلوس فين؟ مش هقول. معلش يا صدر ابني قلب قبل كده. بلاش هزار وقول مخبي الفلوس فين؟ هقول. الفلوس مخبيها في الدراسة ورا جامع سيدي عبد القادر. جامع سيدي عبد القادر؟ أنا عارف. قوم بينا. يلا بينا. بس بيقسم على اثنين. بس اعمل حسابك لو كنت بتكذب علينا ابنك سعيد هتفهمه في المكان اللي قلت عليه. لا 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 الفلوس الفلوس مخبيها في المعادي، هنقسم على ثلاثة. يا ابن اللئيمة عندك كمان رعب. ايه ايه خد بدوق العصا. ايه ايه خد تودونا في داهيه. هنسيبكم وربنا يرزقكم اللي فوق. امشي وبقى اوعى ما تزورش. ماشي غلبه بقى وامشي. Thank you.
قاعد هنا اهو بقى، فاحتمال ان هم يكونوا يعني اما حد موجود جوه يا فندم. انا مضطر اقبض عليكي بتهمه ابلاغ الكاذب وازعاجك السلطات. يا يمكن اتفضلي. مش نصيبكم من ده. ادينا رايحين ناخد اهو.